السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دورة جديدة. إن شاء الله راح نتكلم فيها عن موضوع الدوكر أو ما يعرف أيضا بالكونتينرز. طبعا المتابعين لعالم البرمجة التطوير أو في البرودكشن راح يلاحظ دائما كلمة دوكر أو كونتينرز، فيتبادل المبتدئين مثلا أحيانا يقول إيش معنى الدوكر، إيش معنى الكونتينرز، كيف ممكن استخدامها. طبعا في الفترة الماضية كنت أقرأ عنها، فحبيت أشارككم طبعا بعض الأشياء اللي تعلمتها خلال هذه الفترة، وإن شاء الله نستفيد من بعض. فرح في هذا الفيديو نتكلم إن شاء الله عن نظرية الدوكر، ما هو الدوكر، الكونتينرز، وفي الدروس القادمة راح نتكلم عن موضوع الانستليشن وما شابه ذلك، تطبيق عملي على بيئة تطوير، وإن شاء الله راح ناخذ على بيئة البرودكشن. ففي البداية طبعا راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، هو مفهوم الحاوية أو الكونتينر. لو أخذنا في المفهوم الواقعي، الكونتينرز هو عبارة عن اختراع جميل جدا ممكن في أواخر الستينات، اللي ساعد طبعا عملية الشيبينج أو التصدير أو عمليات الشحن أو اللوجيستكس، ممكن تسميها أي اسم، في أشياء كثيرة منها سرعة يعني عمل سرعة الأوبريشن، عمليات في الموانئ، تخزين مثلا على سبيل المثال الأشياء اللي ممكن تصدر من دولة إلى دولة بطريقة سهلة منظمة، أيضا عملية ترتيبها في السفن أو ترتيبها في الشاحنات، نقلها. يعني اختراع جدا جميل، اختصر تكلفة ووقت، وأيضا عملية فصل يمكن خصوصية أيضا للتصدير وما شابه ذلك. لو أخذنا هذا المفهوم الواقعي وطبقناه على مفهوم الكونتينر في عالم البرمجة أو التطوير أو في إنتاج مثلا بيئة تطوير أو بيئة برودكشن، بيئة إنتاجية، فنلاحظ هناك طبعا تشابه كبير. من ضمنه هو عملية الفصل الأيسوليشن، أيضا عملية الشحن، لو تكلمنا عن موضوع الشيبينج مثلا من مكان لآخر، من بيئة إلى أخرى، مثلا من تطوير إلى ستيجينج إلى برودكشن، أيضا يعني يعطي النوع من الخصوصية. مثلا على سبيل المثال نود جي اس ابلكيشن مع الديبندنسي تبعها، او بايثون ابلكيشن ممكن نعملها مثلا ستور مثل ما راح نشوف في هب، او ممكن نعملها شيرينج وما شابه ذلك. فالنظرية او الكونسبت او نسميها الانالوجي متشابه جدا بين الواقع وبين تقريبا اللي هو في عالم التطوير. طبعا اخذنا عن الدوكر، هو لو اخذنا موضوع الدوكر، طبعا الدوكر از ان اوبن بلاتفورم، لو اخذنا التعريف platform for developing، تكلم التطوير shipping and running application، يعني بمعنى انه هو ياخذ تطوير، يساعدنا في التطوير في الشيبينج لما ننقل البيئة من مكان لآخر مثل ما تكلمنا، وأيضا اللي يعمل running application. طبعا الصورة دائما في النظرية شوية تكون مش واضحة 100%، لما نروح على التطوير أو على الأمثلة في الدروس القادمة إن شاء الله راح تتضح الصورة. فالمشكلة الأساسية اللي حاول دوكر أن يحلها على سبيل المثال، هنتكلم عن ثلاث أشياء مهمة، هي عبارة عن دائما في عالم تطوير أنت تعمل ديفلوبمنت، تعمل انستليشن لديبندنسي على سبيل المثال في الكمبيوتر معك أو في اللابتوب، ثم تتفاجأ لما تعمل في البرودكشن أنه ما يشتغل، أو لما تنقله تعطيه لشخص آخر ما يشتغل. فيحاول يحل مشكلة تسمى it works on my machine، يعني يعمل، معظم المطورين كان يعمل في المشروع معي في المشين معي لما نقلته ما يعمل. طبعا هناك فروقات كبيرة بين المشين هذه بين المشين الثانية اللي تم نقلها، لذلك الدوكر نفسه كان يعمل لك ايسوليشن، يعمل لك باكجين كامل للمشروع مع الديبندنسي، فينتقل من مكان لآخر المفروض انه يعمل بطريقة سهلة. طبعا للتمثيل على سبيل المثال، هنا مثال لو اخذنا بايثون مثلا وخزننا فيه مثلا بايثون 2.7 في ماشين، وعملنا فلاسك. فلاسك هو عبارة عن ويب فريم ورك في بايثون مثل جانجو على سبيل المثال 0.1. ثم طبعا عندي ماشين ثانية، مثلا ممكن انشئ نفس الكمبيوتر معي، لو تخيلنا هذا اللي هو الكمبيوتر معي، ممكن انشئ طبعا انفايرمنت او كونتينر بهذه الطريقة، لو تلاحظوا مختلف تماما 2.7 بايثون 2.7. ممكن مشروع جديد جاني راح اعمل بايثون 3.6، راح اخزن فلاسك 1.2، وما يتعارضن مع بعضهن. هذه الجماليه الدوكر او الكونتينرز، انه يكون ما في تعارض بينهن. لو تخيلنا على سبيل المثال مثلا مشروع جديد جاني، فراح يكون نود جي اس مثلا على سبيل المثال، راح اخزن في ان بي ام وما شابه ذلك. وتخيلنا في اللابتوب العادي، راح يكون هناك احتمال يكون في مشكله في التخزين، نعمل انستول ان انستول وما شابه ذلك. لكن
مثل ما تكلمت انا مثلا imagine if you work with more complex dependencies، يعني لو كان عندك 10 مشاريع ومختلفة مثلا تكنولوجي اكيد راح يكون مشاكل في الكمبيوتر. لكن مثلا باستخدام الدوكر على سبيل المثال ايش راح نسوي؟ عفوا هنا مثلا دوكر ستوب، نتكلم هنا تحت لو ركزنا هنا دوكر ستوب، في اي وقت انا ما حبيت هذا الكونتينر تكون موجودة راح اعمل ستوب للكونتينرز وراح تروح تماما من المشين معي. طبعا مثل ما تكلم في البداية مع الأمثلة راح تتضح الصورة إن شاء الله. الكونتينر versus virtual machine، يعني التبادر للذهن ما هو الفرق بين الكونتينر وبين ال virtual machine المتعارف عليها. طبعا هناك يعني كثير من الجدل وكثير من النقاشات في الإنترنت لو بحثت الفرق بين ال virtual machine وال containers تكاد الصورة متقاربة تماما بين الاثنين. وطبعا في البداية إذا الشخص أول مرة طبعا يتعامل مع الدوكر ومع الكونتينرز راح يواجه مشكلة في طبعا يمكن تمييز بين الاثنين. لو أخذنا هنا مثلا على سبيل المثال على الكونتينر والفيرشوال ماشين مثل ما شايفين، طبعا مع لازم يكون معنا هوست اوبريتنج سيستم، يعني الهوست اللي يركب عليه سواء الفيرشوال ماشين أو سواء مثلا الدوكر. على اليمين مثلا راح يكون متساوي بين الكونتينرز، مثلا نتكلم عن الكونتينرز والمقارنة مع الفيرشوال ماشين راح يكون متشابه، هذا اللاير او هذه الطبقه راح تكون متشابهه. اللاير الثاني راح تكون مختلفه، اللاير الدوكر راح يكون معي الدوكر بروسيس اللي يتحكم يساعدنا في انشاء الكونتينرز وما شابه ذلك، ستوب وديليت ومانجينج او اداره الكونتينرز. وفي على اليسار راح يكون مع الفيرتشوال ماشين، راح يكون الهايبر فايزر، على سبيل المثال هايبر في او مثلا في ام وير هايبر في او مايكروسوفت او مايكروسوفت فيرتشواليزيشن او سيتريكس فيرتشواليزيشن او اي حل اخر لموضوع الهايبرفايزر اللي هو طبعا يعمل لي مانج. بعد ذلك على سبيل المثال في الابلكيشن، لو عندي ابلكيشن معينه راح اخزن اوبريتنج سيستم كامل مثلا على سبيل المثال ويندوز، بعد ذلك راح اخزن فيه طبعا ديبندنسي اللي احتاجهن، بعدين اخزن اللي هو الفيرتشوال ماشين عفوا الابلكيشن. طبعا في احتياج، هذا هو عباره عن فيرتشوال ماشين الاولى. إذا أردت مثلا على سبيل المثال مشروع آخر again لازم مرة أخرى أعمل operating system، لازم أخزن مثلا تطبيق dependencies وما شابه ذلك طبعا، وهكذا. طبعا هنا وش نحتاج؟ طبعا لو كان عندنا ويندوز سيرفر على سبيل المثال راح تحتاج إنك تعمل manage على operating system نفسه من ناحية الباتشينج، من ناحية الابليكيشن الكور ابليكيشن للاوبريتنج سيستم، الانتي فايروس ما شابه ذلك، الباتشينج سكيورتي، بغض النظر عن موضوع طبعا اللي هو الابليكيشن بالنفس يعني، ايضا عملية نقلها ما شابه ذلك ليست بتلك الطريقة، ايضا عملية البوتينج، البوت لما يعمل بوت للاوبريتنج سيستم راح يكون شبه بطيء معين نوعا ما. لو اخذنا في الدوكر راح يكون معي مثلا دوكر، راح انشا مثلا ايمج معينه، راح اعمل الابلكيشن وهكذا، راح اعمل ابلكيشن اخرى وهكذا. انا طبعا البوت تايم مثل ما نشوف راح نشوف ان شاء الله في الدوكر راح تكون سريع جدا لان الايمج شبه جاهزه، وتستخدم يعني التكنولوجي اللي تستخدمها الدوكر يتعامل طبعا شير للكيرنل، يستخدم نوع من التكنولوجي النيم سبيسنج والسي جروبس. النيم سبيسنج استخدم في الايسوليشن للنيمز و في البروسيس اعتقد، والسي جروبس استخدم للهاردوير ايسوليشن. طبعا احنا ما راح نليفل نتكلم عن الليفل كيف يشتغل الاوبريتنج سيستم وما شابه ذلك مع الدوكر، لكن هنا فقط كمقارنه بين والله الفيرشوال ماشين وبين الكونتينرز، لو نلاحظ في فرق بين الاثنين. الدوكر اركتكتشر يعني كيف يتكون طبعا الدوكر؟ هو يعني الدوكر بشكل عام راح يكون معي كلاينت وسيرفر، يستخدم ريست اي بي اي في انشاء الكونتينرز، ومعي ايضا على سبيل المثال لو انا في الكلاينت نفس الدوكر راح انشئ مثلا بيلد، اعمل دوكر بيلد. الدوكر بيلد راح يروح على مثلا على سبيل المثال ابونتو، راح يروح على ريجستري. الريجستري هي المكان اللي يخزن فيه الايمجز مثل الاوبريتنج سيستم على سبيل المثال ابونتو، انجن اكس، بي اتش بي وما شابه ذلك. بامكانك تاخذ طبعا هناك في دوكر هاب مثل ما راح نشوف ان شاء الله الكثير من الايمجز ممكن تعملهن بول. فالفكره ان لما اطلب على سبيل المثال دوكر مثلا بول ابونتو، فراح يروح هذا الدوكر الديمون، دوكر ديمون اللي تكلمنا عنها، راح تروح على الريجستري راح تجيب لي الابونتو وتخزن لي لوكال داخل المشين معي في الايمجز. بعد ذلك اكون جاهز ان استطيع ان اعمل
رن للكونتينر. فمن صورة واحدة من ايمج مثلا ابونتو ممكن انشئ اكثر عن كونتينر مثل ما راح نشوف، وهكذا مثلا انجن اكس وهكذا. فيستخدم طبعا الاي بي اي ريستفول اي بي اي بتوين الكلاينت والدوكر اللي هو السيرفيس الدوكر اللي نتكلم عنها دائما. ومعظم الاشياء تتكون عباره عن بروسس في الاوبريتنج سيستم، راح تشوف هنا كانها بروسس موجوده. ففكرته جدا جدا جميله، فراح يعمل بول للايمجز وهكذا يعني بهذه الطريقه. ثم باستطاعتك طبعا تعمل انشاء للكونتينر، تعمل مثلا ليست للكونتينر اللي موجوده معك، ايش توقفها، تعمل ريموف وهكذا. فمعك من صوره واحده ايمج واحده ممكن تجيبها من الهب وتعمل منها اكثر من كونتينر حسب ريكويرمنتس. لو تكلمنا مثلا بي اتش بي، مثلا انجن اكس، ماي سيكوال على سبيل المثال، فبامكانك تنشئ 3 كونتينرز ممكن تتكلم مع بعض، هذه الكونتينرز تتحدث مع بعضها في نتورك معين مثل ما راح نشوف. وايضا بامكانك تنشئ ايمج بنفسك، يعني تجيب الابونتو مثلا وتعملها تعديلات معينه وتحفظها معك في الايمجز ثم تعملها بول او تعملها انشاء لكونتينرز وهكذا. طبعا في الدرس القادم ان شاء الله راح نتكلم عن موضوع الانستليشن، ثم ننطلق الى التعامل مع الدوكر بشكل عام او الكونتينرز. شكرا على المتابعه.